خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف. ازيك يا أستاذ عماد، إيه الأحوال؟ والله كل الحمد لله. الحمد لله. إزاي شفت أو إزاي تتابع أو ترى أو تقيم يمكن التقرير اللي احنا كنا بنعرضه والمبادرة اللي حصلت أنه الداخلية استضافت أطفال من أهالينا والأسمرات لمدة 3 أيام في الأكاديمية؟ تمام. أنا تابعت قبل من حوالي شهر تقريبا، كانت برضو وزارة الداخلية استضافت في نادي الشرطة في اسكندرية مجموعة من شباب بشائر الخير. صحيح. السيد بشائر الخير تذكر احنا زرناها في المراحل الثلاثة لما السيد الرئيس افتتحها، وكانت منطقة شديدة العشوائية وتحولت إلى منطقة حضرية محترمة، يعني فيها كل وسائل الراحة وفيها كل وسائل التحضر. مظبوط. اللي أنا شفته ده وقتها كنت أظن إنه دي جزء منفصل، لكن لما تابعت النهاردة الجزء الخاص بما فعلته أكاديمية الشرطة مع مناطق اهاليه والاسمرات وبشائر الخير اسكندريه لمده 3 ايام، لا ده تطور، دي سياسه محترمه علينا ان احنا يعني نحيي عليها وزاره الداخليه. زي ما كنا بننتقد حاجات في الداخليه زمان كثيره، لا يبقى لما يبقى في حاجه كويسه تتعمل زي هذه اللفتات الانسانيه، الجزء الانساني ده شيء مهم جدا. نعلم جميعا ان هذه المناطق الناس معظمهم كانوا جايين من مناطق عشوائيه، سكنوا في مناطق راقيه. فكرة الإدماج العام، إن أنت ما فيش حاجة اسمها إنك أنت تسيب منطقة إن دول الناس اللي جايين من كذا، فاكر أنت كان فيه يعني قول مسيء أحيانا اللي هي فكرة مساكن الزلزال أو الحاجات أيوة. زي كده. دي ألفاظ حتى على مستوى المسميات لا ينبغي إن هي تبقى موجودة، إن هي شيء ما بينك تترك يعني ندوب في الناس ومشاعرهم. فأتمنى أنه اللي حصل النهاردة من وزارة الداخلية وقبل كده يتكرر من الكثير من الوزارات والهيئات بطرق مختلفة. يعني مرة وزارة الداخلية تعمل يوم رياضي، وزارة الصداقة تعمل مساعدات إنسانية مثلا، وأنا متصور أن ده بيحصل بالفعل، بس أتمنى أنه يكون في إطار سياسة عامة وتكامل، أن كل وزارة بطريقتها الخاصة تقدر تعمل هذا التنسيق وهذه اللقاءات المختلفة بين المناطق دي وكل الناس، مش بس هذه المناطق، اللي هي فكرة إن لا تشعر فئة من الفئات إن هي مهمشة أو يعني منبوذة في ركن بعيد. طيب أستاذ عماد، يعني ككاتب بالدرجة الأولى يلاحظ ويفند ويحلل قبل كتابة أي كلمة، وكنائب أيضا، بتشوف تأثير ده على الولاد إيه؟ يعني إيه مدى تأثير ده؟ وتأثيره إذا كان إيجابيا مدى إيه؟ بص يعني أنا يعني بدون حتى أي كلمات فلسفية أو تنظير، أنا أقولها لك ببساطة جدا وبطريقة بلدية جدا. تخيل الانطباع العام اللي هو بيبقى أحيانا كان عند أولاد أو أبناء مناطق شعبية عن الشرطة، إن هي الغلظة والضرب والحاجات لما هو الشاب ده او الشباب ده او الاهالي دول بيشوف الناس بيعاملوه باحترام ورقي وتحضر، اول شيء واول حاجه بسيطه جدا هو تغيير يعني المنظور، ان انت بتقول لي لا الناس دي ممكن يكون في ناس يعني ظواهر فرديه سيئه، لكن الناس بشر ومحترمين وبيتعاملوا باحترام مع الناس، وده يعني جزء مهم. الجزء الثاني والاهم من ده هو ان انت بتقول للناس دول انتوا جزء من الوطن وان انتوا دي بلدكم. فاللي احنا بنقول عليه الانتماء عموما، فيعني هو الانتماء مش كلمات ولا تحيه علم بالمناسبه رغم اهميته، بس الانتماء هو افعال انت بتشوفها حاجات صغيره جدا، اللي هي بتخلي المواطن البسيط يعني احيانا بيطلع في ماتش كوره لما المنتخب الوطني بيكون بيلعب والناس بتبقى يعني محروقه عشان يفوزوا وبتشجع وبتمشي تروح الاستادات لمده 10 ساعات واحيانا تسافر بطيارات عشان تشجع بلدهم. ما هو ده الانتماء بيتبني لحاجات كثيره مختلفه منها مثل هذا النوع من اللقاء. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ عماد، كل الشكر ليك على هذه المداخله وعلى هذه الرؤيه. ايضا سياده النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، وطبعا الكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير جريده الشروق.